بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، عبر شبكة مجريات الإعلامية نستضيف في هذه الأثناء من العاصمة الإيطالية روما الأخ الحاج المحرز العمالي رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي. أولا نرحب بك عبر شبكة مجريات الإعلامية. أهلا وسهلا، تحية ليك ولكل الشعب الصحراوي المقاوم في كل أنحاء العالم خاصة في الأراضي الصحراوية المحتلة. شكرا جزيلا. تواجدكم هنا في هذه الندوة الدولية أهدافها وبالتأكيد ستحقق الشيء الذي يخدم الثورة. من غير شك جئنا هنا بوفد هام من المجتمع المدني ببعد البرلماني ومجلس الأمة وكل فعاليات المجتمع المدني بكل مكوناته، جئنا باش نأكدوا على عزيمة موقف الشعب الجزائري في مواصلة مساندتنا وتضامننا مع كفاح ونضال الشعب الصحراوي حتى الحرية والاستقلال. جئنا كذلك في الوقت اللي فيه تحرشات من المملكة المغربية من ملك المغرب لمحاولة اقحام الجزائر ومحاولة ان تتراجع الجزائر على موقفها الثابت والمنسجم والمؤيد لكفاح ونضال الشعب الصحراوي المشروع حتى الحرية والاستقلال. جئنا لنقول بصوت عالي من روما بعد ندوة أبوجا ضرورة التجنيد والتعبئة من أجل مواصلة النضال والتآزر والتضامن بكل أشكال السلمية وبكل الأشكال الأخلاقية مع نضال وكفاح الشعب الصحراوي حتى الحرية والاستقلال. وجئنا كذلك من هنا من روما من أجل تدعيم المقاومة الشعبية الصحراوية داخل الأراضي الصحراوية المحتلة، هذه المقاومة اللي تقحم يومياً بالعنف والتشرد والقتل والتشريد والتسجيل من طرف قوات الاحتلال في المملكة المغربية. وجئنا لنقول إلى الأمم المتحدة باش تاخذ مسؤوليتها لوضع حد للتعنت تاع المملكة المغربية وتمردها على الشرعية الدولية. ومن كذلك الأمم المتحدة اللي عندها مسؤولية في الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة ضروري أن تحمي وتوسع آلية المينرسو إلى آلية أممية لحماية وترقية حقوق الإنسان داخل الأراضي الصحراوية المحتلة. وجئنا بصوت عالي ليس فقط كجزائريين لكن كأحرار العالم من أوروبا من أمريكا اللاتينية من أفريقيا. بعد ما قمنا بنفس الرسالة من أبوجا جئنا من أجل هذا العلم التحرير، هذا العلم الحرية، هذا العلم الاستقلال. يا شباب، يا نساء، يا شيوخ، يا أطفال، يا شعب الصحراء الغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة، هذا حطوه في قلوبكم في عيونكم، هذا هو العزيز عليكم يعيا يرفرف في كل الأمم. وهو اليوم في روما معزز مكرم من طرف كل أحرار العالم. من غير شك كل واحد ليهزه ويضحي به في الأراضي الصحراوية المحتلة جزاء عند ربي وجزاء حب للوطن وجزاء عند الشهداء وجزاء عند الاستقلال.